السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة شكر خاص للأستاذ وسام، الشخص الصادق الطيب المعلم المحترف. بصراحة يعني أنا أشكرك من صميم قلبي، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين جدا أنه أنا ربي ساغني إليك، وأنا الحمد لله أنه أنا تعرفت عليك، وأنت من أصدق الناس اللي موجودين في الوطن العربي. أنت أنا أشوفك إنسان يعني الله يعطيك الصحة والعافية، تحب العطاء، وأنا أشكرك من كل قلبي. والدورة كانت فعلا مفيدة جدا، وتجاوزت فيها مراحل كثيرة. في البداية ابتدأت ما أعرف أي شيء عن التداول، لكن مع الدورة المنطق اللي يخليك تعرف وين رايح الشارت، أي شارت، مش شرط يعني سهم معين أو شارت معين، لا أي شرط، مجرد بالمنطق كذا تنظر له نظرة واحدة تعرف وين رايح، يكون توقعك فعلا هو توقع السوق الفعلي، وهذا شيء مفرح وشيء مربح كمان في نفس الوقت. والبرايس أكشن، كيف تعرف حركات السعر وينش طالع وين رايح وين جاي بسهولة يعني. أما التحليل الموجي فهذا هو يعني للدقة المتناهية في الدخول في الصفقات والاستراتيجيات. قناة العلم لا يعرف الكذب، أروع شيء حصل لي في حياتي بصراحة يعني. وأنا متأكد أنه أنا بداية يعني متأكد أنه راح تغير فيها كثير الدورة هذه، وراح أستفيد منها استفادة رائعة، بما أن أنا مبتدئ لسه على حساب ديمو، لكن جالس أحقق أرباح. وهذا مش الفيديو الأول أو الشكر الأول اللي راح أرسله للأستاذ وسام، أكيد راح لما أتقدم ويعني لما أبدأ في الحساب الحقيقي راح أكيد راح أعمل فيديوهات ثانية، لأنه بصراحة أستاذ وسام وقناة العلم لا يعرف الكذب يعني قناة وأسرة كريمة جدا وأسرة صادقة، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين جدا جدا جدا. وأنصح الجميع، أي إنسان يفكر في موضوع التداول سواء كمبتدئ أو كمحترف، مع الأستاذ وسام أنت في المكان الصحيح. وأكرر شكري وأكرر امتناني للأستاذ وسام، الله يعطيك العافية، وإحنا أخوانك وتلاميذك، والله يوفقك ولمزيد لمزيد لمزيد من التقدم. وأتوقع أنك في سنين بسيطة يعني العالم كله راح يعرف منه الأستاذ وسام. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.